هي انتي هون؟ شو هاليوم الحلو هاد؟ بناتنا التنتين عنا بالبيت، اهلين وسهلين. تعالي تعالي يا بنتي تعالي. انتو شو مفكرين؟ منتهى بتعمل كل المسؤوليات اللي عليها وانا ما بعمل شي. مين قال هاد الحكي؟ انتي هلأ قلتي. ممكن ما تحكي مع امك بهالطريقة أليشبا، بما انه مجتمعين كلنا مع بعض اليوم، يعني خلينا نعمل شي. تعالي نساوي العشاء انا وياكي. لا لا لا، انا ما رح اطبخ شي، وين ما رحت لسا اطبخي واشتغلي. ما عجبتني الفكرة، حلي عني. ما في داعي تطبخوا، انا رح اطلب شو ما بدكن، تمام؟ عندي اكل من امبارح لهيك ما طبخت اليوم، لو عرفاني انكم جايين كنت طبخت. لازم تريحي حالك شوي كمان لانك تعبانه. يا سلام يا بابا، لو كل النسوان عندهم زوج مثلك. ليش ياسر ما عم يدير باله عليكي؟ ايه بس اهله ما بيتركوه بحاله. هالشي غلط حبيبتي، حكيك هاد مو صح، ياسر كتير منيح. انتي لا تتدخلي فيني، اسكتي. بس منتهى بنت ناضجة وبتوزع عائل على بلد. انت اهم شي عندك انه ما حدا يجيب سيرتك شي عاطل. حبيبتي انت حياتي كمان، لا تزعلي ابدا. خلاص بقى يلا اطلب شي ناكله، وانا رح اقعد واحكي مع بناتي. ماشي.